احنا ما نقول دولتنا دولة متكاملة وما بها نواقص، ولا نقول هذه النواقص ليست ضرورية ولا يجب أن تحل، ولكن أن نبرر بقاء القوات الأمريكية بهذه النواقص هذا خلل. كل دول العالم بها مشاكل، بس مو كل دول العالم تقبل يجون الأمريكان يصيرون أصحاب سيادة. هسه هذا الوفد الوزاري الأمن مستشار وزير الدفاع الأمريكي اللي إجى نزل بقاعدة عين الأسد وجل بغداد، لا مر على جوازات ولا دائرة عراقية ودخلوا. هسه هذا جديد. أي هذا جديد هل اليوم؟ راح نزل بالبلان. نزل بقاعدة الأسد. هذا معنى شنو؟ معنى ماكو سيادة، معنى ما معترفين بكم دولة.